حياكم الله مشاهدي الكرام، برحب بحضراتكم جميعا. ودائما وكالمعتاد يصادف الأسبوع الأول من شهر آب من كل عام هو احتفالا عالميا وسنويا بأسبوع الرضاعة العالمي. هذا الاحتفالية أو هذه الفكرة لم تأتي من فراغ، هي تأكيدا على أهمية الرضاعة الطبيعية وانعكاساتها على صحة الأبناء، صحة الطفل وصحة هذا المولود الجديد وما يليه من انعكاسات صحية أيضا على الأم. على كل حال، العديد من الجهات تعمل لتشجيع الرضاعة الطبيعية واستمرارية الرضاعة بشكل عام وخصوصا في المرحلة الأولى من مراحل عمر الطفل، 6 أشهر تقريبا. على كل حال، جمعية إنقاذ الطفل معنا في هذا الصباح حتى يحتونا أكثر على استعداداتهم وعلى الدور الإعلامي اللي بيلعبوه للتشجيع على الرضاعة الطبيعية. اسمحوا لي أن أرحب بضيفاتي الكريمات من جمعية إنقاذ الطفل، المديرة التنفيذية السيدة منال الوزني. أهلا ومرحبا بحضرتك، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. أيضا أرحب بالأخت سورة السمان، وهي مديرة الغذاء وصحة الأطفال في جمعية إنقاذ الطفل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم، دائما بتشرفونا من جمعية إنقاذ الطفل. والموضوعات الإنسانية والاجتماعية والصحية دائما يعني هي محط اهتمامكم بالجمعية. ست منال، يعني نتعرف للي ما عرفوا يعني بحلقات ماضية، نتعرف ولو بنبذة صغيرة على جمعية إنقاذ الطفل لو سمحتي. أول شيء طبعا بدي أشكركم وأشكر التلفزيون الأردني دائما لاستضافتهم لجمعيتنا ويعني تشجيعكم لمبادراتنا. جمعية إنقاذ الطفل جمعية أردنية تأسست منذ 40 عاما في الأردن، وهي طبعا تفتخر يعني جمعية ترأسها سمو الأميرة بسمة بن طلال. وجمعيتنا هي عضو من أعضاء جمعية إنقاذ الطفل العالمية اللي تتكون من 30 عضو في العالم، وتعمل الجمعية عالميا ب 120 دولة. من أهم أهدافها هو حق الطفل في النماء والحماية والعيش الكريم، ونهدف إلى إحداث تغيير فوري ودائم ومستمر في حياة الأطفال. ومن هنا يعني تمتد مبادراتنا في الأردن، وإحنا بنعمل في برامجنا على التعليم والتغذية وحماية الطفل وحق الطفل في البقاء والنماء والعيش الكريم. طبعا احنا اليوم في زي ما قلتي في صدد اطلاق حمله الرضاعه الطبيعيه، ولكن هي طبعا احنا ما اجى موضوع من فراغ. احنا نعمل كجمعيه منذ 3 سنوات في موضوع التشجيع على الرضاعه الطبيعيه، وابتدانا في حالات الطوارئ من بدايه في المخيمات، وهلا طبعا البرنامج انتقل لجميع أنحاء المملكة، لأنه اكتشفنا أنه الأردن فيها ضعف كتير كبير في موضوع الرضاعة الطبيعية. يعني بس 23% من الأمهات في الأردن برضعوا طبيعيا لأطفالهم، وطبعا الرضاعة الطبيعية هي هدية كل أم لطفلها ولنفسها كمان، وبالضبط ولنفسها. فيعني يعني ابتدينا بهذا البرنامج، وعندنا تقريبا 80 أخصائية تغذية ومثقفة في للبرنامج هذا، وبيعملوا في جميع أنحاء المملكة. 23% نسبة كتير ضعيفة. المسؤولية رح يتحملها الجميع في هذا الموضوع، الأم تتحملها، الأهل بتحملها، الطبيب أيضا، طبيب الأطفال والطبيب النسائية، والإعلام كمان يعني أكيد في دور على الإعلام، لأنه أحيانا بس تخرج الأم الولدانة مع طفلها الدكتور بيكتب لها اسم الدواء، اسم الحليب اللي ممكن تردع فيه. صحيح. على كل حال، صحيح. هذا الأسبوع يمكن يكون نقطة مهمة في أنه تزيدوا النسبة، يمكن المسؤولية ما تركز عليكم لحاله، إحنا شركاء جميعا زي ما ذكرت سمر، الإعلام برضو شريك في هذا الموضوع. نتحدث شوي عن الأسبوع، احتفاليتكم أو التأكيد على أهمية الرضاعة الطبيعية كيف بتكون؟ أنا متأكدة أنها على مدار العام، بس بهذا الأسبوع تركز أكثر، كيف شكل حملتكم؟ شو الشعار اللي حتشتغلوا من خلاله في موضوع تشجيع الرضاعة الطبيعية؟ هلا مثل ما ذكرتي ست فخري، هو الموضوع مستمر على مدار العام من 3 سنين لهلا، بس بشكل عام بشهر آب بيكون الاحتفال العالمي بأكثر من 170 دولة بموضوع الرضاعة الطبيعية لدعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية. هلا التحالف العالمي لدعم الرضاعة الطبيعية كل سنة بيختار موضوع معين لحتى يسلط الضوء عليه،
هاي السنه كان وقع الاختيار على موضوع المراه العامله، الرضاعة الطبيعية والعمل لنجعل ذلك ممكنا، أو لنخلق بيئة صديقة للأم والطفل. هلا احنا من خلال شغلنا بالثلاث سنين الماضيين بجمعية إنقاذ الطفل ومن خلال تعاملنا المباشر مع الأمهات، لاحظنا أنه موضوع العودة للعمل هو من أكثر التحديات اللي بتواجه الأمهات بموضوع الاستمرار بالرضاعة. بالتأكيد احنا لما نحكي عن موضوع 23% احنا عم نحكي عن موضوع الرضاعة الحصرية اللي هي اعتماد الطفل على حليب الأم فقط لمدة 6 شهور. فإحنا لما نحكي عن إجازة لا تتجاوز إجازة أمومة عفوا لا تتجاوز 10 أسابيع، مرات أقل، كيف ممكن مرات أقل بالضبط 3 أشهر الآن مش بس في مؤسسات خاصة في طبيعة هي عمل. تختلف هي تختلف من مؤسسة لأخرى متفاوتة بالضبط. فإحنا هلأ اللي من خلال هذا الشهر ومن خلال هذا الأسبوع بدنا نحاول نشجع على موضوع أنه تزيد هاي الفترة اللي بتقضيها الأم مع طفلها، تكون في فترة أمومة أو إجازة أمومة أكبر من هيك، أكبر من هاي 10 أسابيع، ممكن أنها تستمر لمدة 6 أشهر. أكيد هذا الموضوع ما رح يصير فجأة، وأكيد كل تغيير بيحتاج لشوي من الوقت، بس البداية بتكون بأنه معرفة الأمهات بحقوقهم، معرفة الأم بمكان العمل بحقها، بقدي إجازة الأمومة، بحقها بساعة الرضاعة لمدة سنة من بعد ما ترجع من إجازة الأمومة. هذا شيء مش كتير من النساء على فكرة. لا ما بيعرف. أنا بيحزنني كتير لما كانوا يعني في هيك ست مثلا ولدان جديد وبقولوا لها اوعك تعودي ابنك على حليبك لانه بكره بدك ترجعي على الدوام، بلاش يتعود بالحضانات ما رح يعرف يشبع وكذا، فعوديه من البدايه على القنينه. هذا شيء كثير متصل بفكره انه المراه العامله هي مراه محرومه من الارضاع وابنها محروم من الرضاعه. صحيح. فهذا شيء مؤسف يعني جدا. يعني احنا زي ما قلتي جمعيه انقاذ الطفل يعني بدانا بالتشجيع بهذا الموضوع انه انشانا حضانه في بالتعاون مع وزاره التنميه الاجتماعيه، وهي الحضانة هي نموذجية طبعا بتطبيق قانون 72 من قانون وزارة العمل. هذا القانون يعني بيجبر جميع المؤسسات والمنشآت في انشاء حضانات اذا كان في عندهم اكثر من 20 عاملة واكثر من 10 اطفال. فيعني بداية هو موجود بالنظام وبالقوانين، ولكن هو تطبيقه ويعني وتفعيله هو هذا المهم. فاحنا يعني طبعا بنناشد طبعا جميع الجهات انها تفعل هذا الموضوع. وايضا كمان احنا كمان كثير مبسوطين لانه في نظام اللي هو تسويق بدائل الحليب تم هلا الموافقه عليه ونشره في الجريده الرسميه الاسبوع الماضي. هذا طبعا كان كثير مهم من يعني الاعمال اللي عملنا فيها بالمناصره مع منظمه اليونيسف ووزاره الصحه للعمل على تفعيل دور يعني الجهات الرقابيه في التسويق لبدائل الحليب. بدائل الحليب طبعا الام اللي هي من عمر يوم لسته اشهر يعني ما بنسهلها احنا انه والله بتقدر تروح تشتري حليب بدل ما تروحي ترضعي طفلك اولا، وثانيا طبعا لازم كمان نسهلها البيئه المناسبه كمان، مش بس انه نمنعها يعني نقولها والله ما ترضعي طفلك او روحي رضعي طفلك، ولكن بدون تامين البيئه المناسبه. وهذا هو من يعني الخدعه اللي بيقولوا لها في عندك ساعه ارضاع صح، بس هي وين وابنها وين؟ صحيح. حضانة بآخر الدنيا يا حرام بدها تروح على، فبتقول لك أنا مزبوط بدي أرجع دوامي يعني. تمام. فكرة الحضانة داخل المؤسسة هي الحل يعني أعتقد. صحيح. مشان هيك لنحكي عن خطوات عملية لدعم الأم العاملة، بدنا نحكي عن موضوع الوقت اللي حكينا عنه، موضوع الإجازة وساعة الرضاعة، بدنا نحكي عن موضوع المكان، توفير المكان المناسب أو توفير الحضانات أو حتى بالأماكن العامة توفير أماكن خاصة للأمهات المرضعات، هاي مشكلة كثير كبيرة كمان، حتى لو كانت الأم مش راجعة على شغلها، في كثير أمهات بيكونوا طالعين على أي مكان، على المطار، على أماكن التسوق، توفير أماكن خاصة للأمهات للرضاعة الطبيعية برضو، والدعم والمساندة زي ما قلنا بتوفير المعلومات أو بحق الأم بأنها تعرف كافة التشريعات الموجودة بالبلد اللي هي موجودة فيه عن موضوع إجازة الأمومة والرضاعة الطبيعية. أوكي. هل قديش أهمية يعني إحنا عم نتحدث على قضية كتير مهمة هي قضية تشجيع على الرضاعة؟ صح. أنا حسيت إنه شوي في الجيل الجديد من الصبايا ترفض فكرة إنها ترضع، بتقول لك يعني إن هي إشي موضوع دقة قديمة أو مش موضوع رح يتناسب معها. وبلا وجع راس ودي مظبوط يعني كذا. في معتقدات خاطئة كمان كتير. قديش إحنا بنقدر نشجع يعني شو أهمية الرضاعة الطبيعية وإنعكاساتها ومزاياها على الأم وعلى الطفل؟ هلا إذا نحكي بموضوع أهمية الرضاعة الطبيعية بنقدر نقسم الموضوع يعني من البداية من الساعة الأولى من الحليب الأول بالساعة الأولى قديه هو يعتبر اللقاح الأول للطفل ويسمى اللقاح الذهبي قد ما فيه له فوائد
الحوائد يعني لا يمكن تخيلها بالنسبه لمناعه الطفل. بنقدر ننتقل لست شهور قد ايه انه الحليب لمده ست شهور بكفي يعني يحتوي جميع العناصر الغذائيه اللي بيحتاجها الطفل، ما بيحتاج لشيء الطفل بهاي الست شهور بيعمل له مناعه ما بالضبط ما بيحتاج لاي شيء ثاني غير حليب الام. الاستمرار بالرضاعه الطبيعيه لمده سنتين بيساعد على النمو والتطور العقلي السليم لهذا الطفل. وبرضه اذا بدنا نحكي على المدى البعيد بعد 40 وبعد 50 سنه، الاطفال اللي بيرضعوا رضاعه طبيعيه بيكونوا اقل عرضه للاصابه بالامراض المزمنه مثل السمنه، الضغط، السكري، امراض القلب والشرايين. فهي فيها عده فوائد للطفل، فيها عده فوائد للام، مثلا عوده الرحم لوضعه الطبيعي، تقليل من نسبه حدوث النزيف بعد الولاده، بساعد الام على الرجوع لوزنها الطبيعي او انها تخسر الوزن بتجنب سرطان الثدي. بالضبط، واكيد لما بيجوا عندنا الطبيبات المختصات بسرطان الثدي كانوا يقولوا الرضاعه الطبيعيه من اهم الوسائل لحمايه المراه من سرطان الثدي والمبيض. وكمان اخر الدراسات اثبتت انه حتى في حال اصيبت المراه لا سمح الله بسرطان الثدي وشفيت منه، الامهات اللي ارضعوا رضاعه طبيعيه بيكونوا اقل عرضه لنسبه حدوثه مره ثانيه. بالضبط، هاي اخر الدراسات اشارت لهذا الموضوع. ويعني إذا بنحكي عن كل هاي الفوائد، في كتاب صدر مؤخرا عن فن الرضاعة الطبيعية، الصفحة الأولى بهاي الكتاب بتقول إنه قديه الأم بتوفر لطفلها أشياء على مدى فترة حياته، ما في أي شيء ممكن توفر له إياه سبحان الله له قيمة معنويا وجسديا قد موضوع الرضاعة الطبيعية. حتى هالكونكشن العاطفي بين الأم وابنها صحيح. يعني بالرضاعة أكيد مختلف، يعني التلامس الجسدي صح. مختلف عن الرضاعة البلاستيك اللي ما لهاش روح ولا لها معنى. التشريعات إذا موجودة، لازم نعمل تشريعات هلا تفعيل التشريعات. وكمان يعني نرد نطلع على مدة أول شيء المرونة في السماح للمرأة بالرضاعة الطبيعية. أهم شيء يعني بدك تعطيها مرونة إنه يعني وقت ترضع طفلها تخليه مثلا في مكان العمل يكون موجود معها، يكون هذا الطفل يعني نعتبر إنه حق المرأة، يعني طبعا احنا حق المرأة في انه في رعاية طفلها وحقها انه هي كمان تكون مع طفلها. يعني احنا ما بنطلع بس على حق الطفل ولكن بنطلع على حق المرأة تكون مع طفلها. في اصوات ممكن بتسمعنا وبتقول لك بلا منها هالشغل، يعني بلا منه الشغل كله، ما تقعد لاولادها، لا بدها تشتغل وبدها تحصل على حقها وبدها ترضع اولادها وبدها تعمل كل شيء، يعني هي من حقها انها تعمل مشاركه اقتصاديا مع المجتمع. ما بيصير انه احنا يعني نحرمها، يعني بدنا نعطيها يعني كمان حقها بالمساواه في بالزبط. يعني في العمل. بحكي عن هالاصوات السلبيه اللي بتتعالى لما بصير في ناس زينا عم بيحكوا عن حق الارضاع وحق الحضانه وكل هاي التفاصيل. على كل حال يمكن احنا نلخص كلامنا بانه يجب دعم المرأة المرضعة، يجب دعمها معنويا ونريحها في عملها وحتى في المنزل. احنا بنوفر لها كمان مزبوط يعني مزبوط. يعني القوانين يعني اللي بتحمي هذا الموضوع صحيح. وهذا الشعار يعني اكيد راح يكون محامي الدفاع الاول عن هالقضيه. اشكركم ست منال وست سوره، شكرا جزيلا لحضراتكم وتحياتنا لجمعيه انقاذ الطفل. موفقين ان شاء الله بالحمله تبعتكم. شكرا شكرا لكم. شكرا للاستضافه.